موبيليس معا نصنع المستقبل. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساحات الأرصاد الجوية ترتقي بضباب محلي خلال الصباح الباكر على كل السواحل، نسبة رطوبة عالية تتبع أجواء مشمسة على العموم، تكون مغاشاة نحو المناطق الداخلية وهذا خلال الظهيرة مع تشكل بعض الرعود المنعزلة بالهضاب الغربية. أما جنوبا صفاء تام وأجواء مشمسة وحارة بشمال الصحراء بمنطقة الواحات لغاية وسط الصحراء والجنوب الغربي، بينما مغاشاة ورعدية بأقصى الجنوب الشرقي بمرتفعات الهجار وتاسيلي وحتى بأقصى الجنوب، احتمال لأمطار رعدية محلية. ستنشط أيضا بعض الزوابع الرملية المحلية بشمال الصحراء لغاية وسط الصحراء ستجعل الرؤية ضعيفة. الحرارة خلال ليلة اليوم تتراوح ما بين 18 إلى 19 درجة على أغلب المناطق الشمالية، بينما تنخفض بالمناطق الداخلية الشرقية ما بين 14 إلى 15 درجة. 21 درجة ستكون كعلى مقياس شمالا بغليزان، نفس المقياس سيسجل جنوبا بمرتفعات طمنراس. 24 درجة بجانت، ما بين 27 إلى 29 درجة بشمال الصحراء بالجنوب الشرقي والجنوب الغربي، وترتفع بوسط الصحراء وكذلك ببرج برج مختار ما بين 30 إلى غاية 32 درجة. الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد بحول الله تكون معتدلة بسواحل ما بين 29 إلى 31 درجة، بينما ترتفع بالمناطق الداخلية الغربية لتقارب 40 درجة بغليزان معسكر وسيدي بالعباس. أما بالمناطق الشرقية فستقارب 28 درجة بقسنطينة قلمة وتبسة، 29 درجة بباتنا، ترتفع قليلا بالبيض لتقارب 35 درجة، نفس المقياس جنوبا بتمنراس، 38 درجة بجانات ترتفع بدرجة واحدة نحو غردية، بينما أجواء حارة بالجنوب الشرقي بالصحراء الوسطى الجنوب الغربي وأقصى الجنوب ما بين 40 إلى غاية 47 درجة على مقياس تحت الظل، وهذا خاصة بوسط الصحراء. البحر سيكون قليل الاضطراب نحو السواحل الغربية، رياح ضعيفة شمالية شرقية، بحر مضطرب نحو السواحل الوسطى، رياح قوية تقارب 50 كيلومتر في الساعة تأتينا من شرقية إلى شمالية شرقية تدور إلى شمالية غربية، سرعتها أيضا قوية نحو السواحل الشرقية مع بحر كثير الاضطراب. بالنسبة لبعض العواصم الأوروبية، الأجواء ستكون مشمسة على أغلب العواصم عدا بعض الأمطار نحو فيينا ب 21 درجة، نفس الأجواء بإسطنبول مع 28 درجة، بينما 28 درجة أيضا بموسكو مع أجواء مشمسة، 25 درجة ببرلين وباريس، 23 درجة بلندن، ترتفع بغرب القارة نحو لشبونة 33 درجة، وأعلى مقياس بمدريد ب 36 درجة. نعود إلى أرض الوطن. وقت شروق الشمس على مستوى العاصمة لصبيحة الغد سيكون في حدود 5 صباحا و29 دقيقة، والغروب على 8 مساء و5 دقائق. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله.